كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن. في كلمات كالضياء. الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على عافية الأبدان وأمن البلدان، والحمد لله على بعثة خير الأنام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الفضل والمن والإحسان، خالقنا رب العباد هو الله الذي قهر. وأشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم فصل عليه وأكرم به من نبي أمين، ما ترك خيرًا إلا ودلنا عليه، ولا ترك شرًا إلا وحذرنا ونهانا عنه. نبينا رانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. اللهم فصل عليه وارض اللهم عن آله الطيبين وصحابته الطاهرين وعن الصحابيات وأمهات المؤمنين، واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. عباد الله، اتقوا الله فإنكم عليه تعرضون، اخلصوا له الأعمال فإنكم عليها محاسبون، واعلموا أن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وأنه من لم يعمل هنا ندم هناك. فلا تكن يا عبد الله ممن يرجو الآخرة بغير عمل، ويؤخر التوبة لطول الأمل. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي قد كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. فحاسبوا أنفسكم عباد الله قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم فوزا عليكم، واعلموا أنه من اتقى الله وقام، ومن توكل عليه كفاه، ومن سأله أعطاه. فاتقوا الله الذي إليه تحشرون، وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم أما بعد، فهذه قصة طفل كان يعبث بجهازه بالأيباد، ثم رمى بالجهاز وانفجر باكيًا. فجاء الأب منزعجًا وقال: ماذا عندك يا ولدي؟ قال: هذه اللعبة خربت عقلي. قال: وماذا فيها؟ قال: لا أستطيع أن أقول. فأصر الوالد، قال: إن أن أذبحك. فقال الوالد في نفسه: وما يمنعك من ذلك؟ فصرخ الطفل قال: لا أستطيع، لأنني أحبك. وطفل آخر كان يلعب ويشاهد هذه الألعاب، وفجأة قام بإشعال النار في منزله، وانتظر الأشرار أصحاب الخوارق والعالم الخفي والذين يكافحون الشر في تلك الأوهام من أجل إطفاء الحريق، لكن البيت قد احترق. وطفل ثالث يتعامل مع الألعاب، وضع حبل المشنقة على أخيه، ثم انتظر المنقذ من العالم الخفي لينقذه، فكان أن مات ذلك الصغير. يا عبد الله، آن لك أن تخاف من معطيات هذه التقنية الحديثة التي تهدد ثوابتنا، تهدد عقائدنا، تهدد أمننا، تهدد نسيجنا الاجتماعي، تهدد صحة أبنائنا، تهددنا في كل صغير وكبير من أمرنا. إن الخطر من وسائل الاتصال ومواقع التواصل ما عاد يخاف منه أهل الإيمان أصحاب العقيدة فقط، ولكن حتى من صنعوا هذه التقنية يضج من آثارها ومن ثمارها المرة. فها هي المرأة الفرنسية تقول: إنني أكاد أن أحطم جهاز التلفاز
عندما أجد فتاتي تنظر في مناظر تخل بالشرف، وعندما أجد ولدي المراهق يستمع إلى أغنية ماجنة تؤديها فتاة عاهرة. إنهم خافوا من آثار هذه التقنية، فكانت دراسات ما يسمى بالإدوان الإلكتروني تبدأ عندهم، والدراسات هناك تشير إلى أن المشاهدة والمتابعة والتعاون مع هذا العالم الافتراضي ما ينبغي أن يزيد في اليوم عن 50 دقيقة، تقل من ذلك أو تكثر قليلا، وإلا فالأمر إدمان، والأمر يحتاج إلى علاج ويحتاج إلى وقفة. حق لنا أن نخاف، إذا خاف هؤلاء فكيف لا نخاف نحن الذين نحمل العقيدة، نحن الذين في ديننا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن الإعلام ساحر، والإعلام ينقل الكلمة إلى الآفاق، والإعلام كان مما يخيف العرب في جاهليتهم، ولذلك كان لكل قبيلة شاعر، وكان لكل قبيلة خطيب، بل كان لرسولنا شعراء، وكان ثابت بن قيس هو خطيب النبي عليه صلاة الله وسلامه، وضاقوا من إعلام الدعوة المنتصر، فقالوا بعد ذلك أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. فالإعلام خطير، لكن الخطورة الأكبر، لكن الخطورة الأشد هي في الإعلام الإلكتروني الذي غزا الجيوب والبيوت. كنا نقول العالم قرية، واليوم العالم أصبح شاشة، وهذه الشاشة محمولة في جيب الصغير والكبير، تفتح شرورها وتفتح ما فيها من الخبث مشارق الأرض ومغاربها. وصادف هذا ضعفاً في تربيتنا وخللاً في مراقبتنا لربنا، وهذه التقنية أيضاً جاءتنا بصورة مشوقة، فهي مع الراعي خلف أغنامه، وهي مع المزارع في مزرعته، وهي مع الرجل في بيته، حتى أوجدت في بيوتنا ما يسمى بأرامل نتف. في الشريعة الأرمل هو الرجل الذي فقد زوجته، والأرمل هي المرأة التي فقدت زوجها، لكن أرامل اليوم في عصر هذه التقنية هي أرملة وزوجها موجود، لأن هذا الزوج إلى جوارها، لكنه يعيش في على عوالم أخرى، لكنه يتواصل مع جهات أخرى، فإن كان طيبا فهو يتواصل مع جهات بعيدة، وإن كان شريرا فهو يتواصل مع أخريات تاركا زوجته الحلال إلى جواره. أيضا المرأة تتواصل مع أخريات إن كانت طيبة، وإلا مع آخرين تترك زوجها الحلال عياذا بالله. هذه التقنية الأبناء سرقت منا البنات، ماتت أن يدفنوها، فعجزوا أن يخرجوا الرموت من يدها، كانت تتابع قنوات الفضيحة التي تخلو في أبنائنا، تخلو بأبنائنا وبناتنا في وقت السحر، في وقت يتنزل فيه العظيم، ليقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأستغفر له. رصدت بعض الدراسات المواضيع التي فيها إباحة جنسية وفيها مخالفات بالملايين في تلك الفترات التي هي آخر الليالي. الفتاة ماتت وكانت تشاهد فيلما خبيثا، والمرء يبعث على ما مات عليه، يبعث على ما مات عليه، فما كان إلا أن دفنت والرموت في يدها. وذاك شاب آخر أعطاه الله الأموال فاستخدمها فيما يغضب الله تبارك وتعالى، اشترك في قنوات إباحية ومنح الرابعة لعقيدة، ثم مات بعد ذلك. فتأثر وانزعجوا من فعله، حاولوا أن يتواصلوا ليوقفوا ذلك الشر، طلبوا منهم أن يوقفوا ذلك الشر، ولا يريدوا قيمة ما دفع. يكون الرجل في قبره يصدق عليه قول الله ليحملوا أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. إن الأمر خطير، لأن في التقنية الحديثة تهديد لعقائدنا، تهديد لثوابتنا. قناة الجزيرة تقول في تغريدة: لقد كان سور الصين عظيما، جوجل هو حجبة لبعض مواقع التواصل، لأن هذا هو الذي ينبغي أن ننتبه له، لأننا نخترق في بيوتنا وفي خصوصياتنا. والعالم اليوم بل الأنظمة منع الناس من أن يتجمعوا، وليتهم تجمعوا على الخير، إنها تجمعات على الشر.
إنه إغراء بالفضيحة ونشر الإشاعات المغرضة والإساءة في كثير من الأحوال لبعض العلماء تقطيع أقوالهم وانتقال جمل على منهج فويل المصلين فيه قطع للكلام من سياقه ومن لحاقه. كذلك من خلال هذه المواقع هناك إساءات للأعراض بل إساءات لأمننا وثوابتنا، ولذلك الأمر يحتاج منا إلى وقفة، يحتاج منا إلى حزم، يحتاج منا إلى أن نقف مع أنفسنا حتى لا نكون ضحية لهذه التقنية التي تنتشر انتشار الهشيم يعني في الحطب. ولذلك مراقبة الله أريد أن أقول أمام هذا الطوفان الإلكتروني التقني الإعلام الذي يسيطر على الناس كان لابد من وقفة، وصدقوني لقد وقف العالم في المشارق وفي المغارب. فقبل أشهر دول جنوب شرق آسيا مجموعة من المناطق هناك قطعوا كل هذه الأجهزة وسائل الإعلام من الخامسة حتى التاسعة لينصرف الطلاب لمذاكرة، وفي الصباح تفاجؤوا بنتائج مبهرة في المستويات وفي الفهم لأنهم حجبوا هذه التقنية لسنوات. لأن الدراسات تثبت أن ما يقضيه الأبناء والبنات والأزواج والزوجات مع هذه التقنية هو أضعاف ساعات العبادة وساعات التعليم وساعات الجد في حياتنا. ولذلك لابد من وقفة من أجل محاصرة هذا الشر الذي يتمدد. والإنسان يريد أن يسأل هل تقنية الاتصال، هل ثورة الاتصال فرصة أم أزمة؟ إننا نستطيع إذا أحسننا إذا تعاملنا وفق ضوابط سنذكرها بعد قليل. ولكن الأغلب ولكن المؤسف يا عباد الله هو أن هذه التقنية تستخدم في الشر. ولذلك انتبه أهل الفطرة السليمة بمختلف أديانهم لخطورة ما يمكن أن تحدثه هذه التقنية. فهذه امرأة أمريكية اشترت لولدها آيفون لما بلغ عمره 13 عاما، لكنها أعطته وصية فيها أكثر حوالي 20 توجيه عقدت معه اتفاق. هذا مبدأ تربوي وفكرة رائعة، والحكمة ضالة المؤمن. أولا لاحظوا ما أعطي الجوال إلا في سن معينة، وهذا مما ينبغي أن ننتبه له. كم سن هذا الطفل الذي سيتعامل مع هذه الأجهزة التي لو أراد الإنسان أن يبحث عن فتوى فإن مواقع الشر تطل على جنبات الشاشة تغري وتشجع وتطالب حتى العاقل وربما ذهب عن الحليم عقله من ذلك التشويق الكبير لمواقع الشر عياذا بالله. ولذلك قالت له بداية أنت ولد طيب، هذا معنى كبير. فلا بد أن يشعر الأبناء بهذا، لا بد أن نؤكد ثقتهم في أنفسهم، وهذا مبدأ نبوي. نعم الرجل عبد الله، نعم أنت يا خريم الأسدي، نعم أنت يا عبد الله، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. ثم قالت له إنك أصبحت إنسان طيب وتستحق الهدية وتستحق كل خير، ولكننا سنعطيك هذا الجوال وهو ملك لنا وتحت إشرافنا لأنك غال عندنا. ثم قالت له بعد ذلك لا بد أن تكون كلمة السر معروفة، لا بد أن تكون كلمة السر معروفة. ثم قالت له بعد ذلك لا بد أن تسلم هذا الجهاز لأحد والديك عند 7:30 مساء لتأخذه في الصباح، واعلم أن هذا الهاتف سيغلق ليلا ولن يفتح إلا في الصباح. معاني جميلة. ولذلك هذا في المعنى التربوي هو أن يعقد المربي اتفاق. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة الكرام إياكم والجلوس في الصعدات في الطرقات قالوا ما لنا من مجالسها بد، وربما قلنا هذا. فالجوال يستطيع الإنسان أن يقول ربما هو جزء من الفتنة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وفتنة لم يبق بيت من بيوت العرب إلا دخلته. فربما اضطرنا أن نشتري لأبنائنا جوالات، ولكن إن أبيتم إلا الطريق فأعطوا الطريق حقها. قال وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال رد السلام وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منهاج كامل. فهنا هذه المرأة تعقد اتفاقية ستعطيه هذا الجوال، ولكن هناك بنود لا بد أن يتفق عليها. ثم قالت له لا تستخدم هذه التقنية في الكذب والخداع وعن طريق مواقع التواصل
يكاد الإنسان يتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: الكذبة التي تبلغ الآفاق، بل الإساءة في الأعراض. إن ابن أبي سلول كان يشيع حادثة الإفك في المدينة، لكن مواقع التواصل تشيعها على وجه الكرة الأرضية، والمؤمن لابد أن يحتكم إلى ثوابته. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. القرآن يربينا على معاني التثبت، ولذلك قالت له أيضا: لا تستخدم هذه التقنية في قبل أن يؤذينا الآخر، فكيف يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، حتى يكره لأخيه ما يكره لنفسه؟ بل إن صيانتنا لأعراضنا تبدأ من صيانتنا لأعراض الآخرين. قالت له بعد ذلك: لا ترسل عبر هذه الوسائط، عبر هذه الجوالات، عبر وسائل التواصل، لا ترسل أي رسالة يقولها علانية. ومواقع التواصل كسرت حواجز الحياء، كسرت حواجز الحياء، فأصبح بعض الناس يرسل الكلام القبيح الذي لا يجرؤ على أن يقوله. ولا ترسل كلام تستحي أن تقوله بصوت عال أمام والديك. وكان المربين من علمائنا، المربون من علمائنا يقولوا: يعني اجعل خشيتك من الله كخشيتك من الرجل العظيم من أهلك. فالإنسان لا يستطيع أمام الكبار أن يتفوه بالقبيح، لكنه عبر هذه الوسائل يكتب القبيح وينشره ويرسله عياذا بالله. قالت له: أنا أثق أنك عاقل، لكن حذاري أن تأتي اللحظة التي ستأتي وتنهزم فيها لتصور عورتك، لتصور جزءا من جسدك وترسله، إنك تضيع إلى الأبد، تدمر لنفسك سمعة سيئة حرم في شريعة الله تبارك وتعالى التي تأمر بغض الأبصار. الإنسان ينبغي أن يدرك أنه لا يجوز له أن يصور سيارة لإنسان أو بيت لإنسان دون أن يستأذنه، فهذا اختراق للخصوصيات، وإنما جعل الاستئذان من أجل النظر. واليوم كاميرات خفية تنشر الخيانة، تتجسس على الناس في بيوتهم، تدخل إلى غرفهم الخاصة، تنقل أعراض الناس من صيانته لأعراض الآخرين. قالت له: وصايا كثيرة، وهذه الوصايا نحن بحاجة إلى أن نقف عندها طويلا، وبحاجة إلى أن نصبغها بصبغتنا الشرعية التي تدعونا إلى التثبت، تدعونا إلى أن نصون أعراضنا ونصون أعراض الآخرين. بل إن شريعتنا لتدع التدابير الواقية تسد الباب الذي يأتي بالريح لنستريح، تدع التدابير الواقية التي أن في مواقع التواصل تهديد لعقائدنا، ففيها العمالقة، فيها العالم الخفي، فيها الأشباح، فيها من ينقذ. بدل الطفل يقول لأخيه: لا تبالي المنقذ الفلاني، لصورنا دائما ننقذ معه. فيها تهديد اجتماعية، لأنها تورث الخلل الاجتماعي، تورث، تجعل الإنسان معاق اجتماعيا. حتى في الأعياد لا يزور لكنه يتواصل، وإن زار أهله فالجميع إلى جوار بعضهم، لكن الكل عاكف على صنمه، لكن الكل يترك عمه المريض إلى جواره ليسأل عن صديق ربما وهمي في أستراليا أو في أمريكا أو في غيرها. إننا في عالم غريب أصابت أيضا منظومتنا التعليمية والإبداع، فإن هذه الثقافة هي ثقافة التبلد، هي ثقافة الألعاب المعلبة الجاهزة التي تورث البلادة والبلاهة، بل تورث الإحباط. ألعابا ويتابع ألعاب فوق طاقته وهي بعيدة عن واقعه، وهي كاذبة، فيها من الخديعة البصرية، فيها ما يشبه السحر حتى تشت هؤلاء الصغار. إنها أيضا سبيل لتهديد إبداعنا وتعليمنا كما قلنا، فهي تورث التبلد، ليس كما يظن كثير من الناس. الأمريكية قالت لولدها: عليك أن تستخدم الألعاب الذكية النقية، ولكن أيضا نحن نقول بمقدار، لا بد أن يكون ذلك بمقدار. فإن الألعاب النافعة لأبنائنا والبنات هي الألعاب التي فيها أدوار، هي الألعاب التي فيها ما يشبهها في الحياة: طالب ومدرس، تاجر ومتجر. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على عبد الله بن جعفر وقد اتخذ دكانا وهو يلعب يبيع للأطفال، فدعا له، فكان من أنجح المسلمين تجارة ومالا وغنى رضي الله عنه وأرضاه. إنها مهارات وألعاب مفيدة للطفل، فيها أدوار،
يتحرك فيها. أما الألعاب الإلكترونية، أما إبليس ستيشن، أما بلاوي ستيشن، فهي تورث أبناءنا التخمة، أمراض السكري والأمراض العصبية، وصولا إلى الصرع الإلكتروني، وصولا إلى التوحد الكاذب. أصبح صور التوحد هذا المرض تزداد، ومعظمها على صلة بهذه القنوات. عاب، فسيأتي اليوم الذي لن يفهم فيه الطلاب من المعلم إلا إذا رغص كما كان الذي يعلمهم يرغص، إلا إذا استخدم حركات ووسائل. البشرية الآن تتجه إلى أمر مخيف، وصدقوني يا عباد الله، أمم الأرض ترفض هذا، لكننا نرفض هذا لأنه يهدم عقائدنا ويهدم ثوابتنا. فإذا جئنا للمحتوى المطروح، فإن المحتوى في هذه الأفلام إما أن يكون شرقيا فهو يهدم عقيدتنا ويحارب ثوابتنا، ويربط الإنسان بالعالم الخفي، ويربط الإنسان بالأشباح، ويربطه بالكواكب والشمس. عبدوا تماثيل النجوم وقدسوا من دونك الأحجار والأشجار، عبدوا الكواكب والنجوم جهالة لم يبلغوا من هديها أنوارا. هل أعلن التوحيد داع قبلنا ودعا الجموع إليك والأمصار؟ أو يكون المحتوى غربي يدعو للتحلل والفسق والفجور؟ فالمكافأة للاعب الذي يلعب هو أن تتعرى له فتاة من ثيابها قطعة فقطعة حتى يجد أمامه فتاة عارية. المكافأة له هو أن يهدم كعبة الله أو يحرق كلام الله، يحرق المصحف. إنها أفلام صممت بعناية من أجل أن تهدم ثوابتنا، من أجل أن نحارب في عقيدتنا التي لا نملك أغلى منها. كذلك هذه الأفلام لها أضرار صحية وهي معروفة وتكلم عنها الأطباء، والآن الدنيا تصيح وتضج من ارتفاع نسبة مرض السكري والأمراض العصبية والنفسية عند الصغار، وهذا نتيجة لما يشاهدون من أمور مخيفة، من أمور خيالية، من مشاعر مضطربة جدا. فالطفل يفرح جدا ثم يحزن جدا ثم يخاف جدا ثم يطمئن ثم هكذا يظل. واتخذ أهل الشر هذه الوسائل ليعلموا أبناءنا كيف تصنع القنابل المدمرة، لينشروا الفتاوى المزيفة التي ليس لها مصدر وليس لها سند. بل اتخذ الناس هذه الوسائل لنشر أحاديث ضعيفة تصادم هدي النبي عليه الصلاة الله وسلامه، بل ربما أقسموا عليك أن ترسل باطلا وأن تنشر باطلا. الأمر خطير جدا، لأن الاستخدام حتى من يريد أن يستخدم لا يجد المحتوى، لا يجد ما يستطيع أن يضعه في هذه الآلة الضخمة، الآلة الوسيلة الإعلامية التي تبلغ مشارق الأرض ومغاربها. مرة أخرى، هل ثورة الاتصال أزمة أو فرصة؟ نسأل الله العظيم أن يعيننا حتى نحيل هذا الواقع إلى فرصة، نبلغ من خلالها رسالة الإسلام، ننشر من خلالها ثوابت هذا الدين العظيم الذي شرفنا الله تبارك وتعالى به. ونسأل الله أن يلهمنا رشدنا، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا، وأن يغفر لنا ولإخواننا، وأن ينصر عباده المخلصين في مشارق الأرض ومغاربها. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، فاستغفروه يغفر لكم. كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى، ورضي الله عن أصحابه الذين ارتضى. أمام هذا الطوفان، ثورة المعلومات، ثورة الاتصال، كان لابد من استدعاء ثوابتنا. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. حاجتنا إلى أن نقف مع أنفسنا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا أيها الذين آمنوا علينا يا عباد الله أن نتقي الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لكي ننال خير هذه التقنية، لا بد أولا أن نحدد الأعمار المناسبة لاستخدامها، ثانيا لا بد أن نضع القواعد والاتفاقيات مع أبنائنا ومعنا جميعا، ميثاق شرف نتفق عليه نتعامل بوفقه مع هذه الأجهزة العلمية والشرعية والتربوية والنفسية بإيجاد محتوى آمن، محتوى
درست دراسة شرعية، ولا بد أن يقوم أهل الإعلام بإبداعهم في هذا الاتجاه طاعة لله تبارك وتعالى. فإن الشر الذي ينتشر واقع شر لا ينافس، لأن وراءه إمكانيات، وراءه دول، وراءه شياطين الإنس والجن. فلا بد أن نقدم هذا الدين العظيم الذي لا أجمل ولا أكمل ولا أتم منه، لا بد أن نقدمه بصورة جميلة، بصورة مشوقة، نستدعي هدي النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدين العظيم الذي شرفنا الله تبارك وتعالى به. لا بد كذلك أن ننظم صفوفنا ونوزع أدوارنا، فهناك محاولات وهناك قنوات، واليوم معنا قناة طيبة تحاول أن تصادم، تحاول أن تعالج، لكننا ندعو القائمين على هذه القنوات إلى أن يتحدوا، إلى أن ينسقوا الجهود، إلى أن يوزعوا، إلى أن يتجنبوا تكرار أنفسهم، فإن هذه القنوات ربما تحارب بعضها بطريقة غير مباشرة. فالإنسان يحتار، ماذا لو جعلنا قنوات للأطفال وقنوات للمرأة وقنوات للرجل وقنوات علمية كما هي موجودة، لكننا نحتاج إلى أن نوزع الأدوار. هذه جهودا متكاملا تحتاجه الأمة، فإن هناك من يريد أن ينشر الخير لكنه لا يجد الخير الذي ينشره، لكنه لا يعرف الحق حتى ينشر الحق، ولذلك يسيء من حيث أراد أن يحسن. لا بد كذلك من الأسرة أن تكون لها متابعة لأبنائها، ولا بد جميعا أن نراقب الله تبارك وتعالى. نحن إلى رقم سري، إذا كنت تنشر خيرا فممن تخاف، وإن كنت تنشر شرا أو فسقا فهل يغنيك هذا الرمز؟ والله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم سبحانه، الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا بد كذلك في المعالجات من أن نسبق بغرس قيم، نعلم أبناءنا ثقافة الانتقاء، ماذا يشاهد، ماذا يسمع، وقل لي ماذا تشاهد أقول لك من أنت، قل لي مع أي مجموعات ومع أي روابط تتعامل أقول لك من أنت. فإن الشر موجود والخير كذلك، لكن لا بد أن نعلم أبناءنا ونعرف ثقافة الانتقاء. كما قلنا الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أولى الناس بها، هو أحق الناس بها، لكن هذا الأمر يحتاج أيضا إلى تعليم الجماعية والمشاركة الجماعية. والأمريكية قالت إذا بهذه الضوابط فستؤخذ منك هذه الخدمة، ولكن سنعيدها وفق عناصر جديدة، وهذا معنى مهم. فإن الأب لا بد أن يكون رقيبا على أسرته، فأنت راع ومسؤول عن رعيتك، وكلكم يا عباد الله راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لابد من الشرف ثم مراجعة هذا الميثاق، ثم متابعة ما يشاهد الأبناء، ثم تقنين هذه التقنية، متى يتعامل مع الجوال، متى يتعامل مع الكمبيوتر، متى يتعامل مع وسائل الإعلام، المدة، الزمان، الكيفية. وهذه الأجهزة لا بد أن تكون في صالات مكشوفة، حذاري من أجهزة وخصوصيات تدخل إلى الغرف الداخلية، هناك حيث لا رقابة، ورقابة الله ضعيفة في النفوس. فلذلك الشيطان، والشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. نحن بحاجة إلى أن نقف مع أنفسنا، ومن الضروري أن نتعاون مع أبنائنا في الوصول إلى ما نحمي به أنفسنا، إلى ما نحمي به أمننا ومجتمعنا. ولا بد أن ندرك أن هذه التقنية تستفيد منها الجاسوسية العالمية، التجسس العالمي، فينقل أسرارنا ويكتشف قدراتنا. كثير من البرامج التي يدخلها الناس بعفوية هي برامج مصممة للشر، يريدوا أن يكتشفوا أسرار ما كان ليصلوا إليها لو دفعوا المليارات، لكنها الآن تصلهم بكل سهولة، وبعد أن نشتري الخدمات ونبذلها لهم رخيصة. فالمؤمن لا بد أن يكون كيسا فطنا، لا بد أن يدرك أن أمنه وأن أمن بلده وأن أمن أسرته خطوط حمراء ما يتلاعب فيها. ولذلك ما ينبغي للإنسان أن يصور أو يحتفظ بعدد من الصور وينقل هذه الصور، والإنسان يتعجب من الحال الذي وصلنا إليه. ويكفيك أن تنظر اليوم في أي صلاة في حرم الله لتنظر الطائفين،
وانظر كم منهم يرفع جواله في لحظات التسبيح والدعاء ليصور نفسه، يصور من حوله ويرسل هذه الصور. أين نحن من الأذكار، من الأدعية والطواف صلاة؟ إلا أنه أبيح فيه الكلام. إنها معاني لا بد أن يدركها الإنسان، لا بد أن يدركها الإنسان. نريد أن نقول حتى الاستخدام الطيب لا بد أن يكون مقننا، لأن التغنية الافتراضية لا تغني عن تواصلنا، عن تعارفنا، لا تغني عن تزاورنا، بل الأخذ من العلماء عن طريق هذه التغنية وأخذ مبتور ليس فيه أنوار القدوة والتأسي بعلمائنا وبآدابهم، بل مع هذا البتر يصبح شائعا، لأن هناك من يأخذ الأقوال قصدا ليأخذ أقوال مشوهة تثير الشبه والشكوك ثم ينشرها عبر المواقع، عبر الوسائط، لتكون شرا، لتكون تشويها لصور العلماء، لتكون إشانة السمعة لبعض الناس، لتكون سخرية من الناس. وهذه كلها ضوابط. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. إننا بحاجة، والوقت يطاردنا، أن نذكر أن كل الضوابط الشرعية التي تحرم الغيبة والنميمة والكذب والحسد وإلى غير ذلك ينبغي أن نصطحبها ونحن نتعامل مع هذه التقنية. أقول للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لا بد أن تعرف أن غض البصر ليس للتي تمشي على الشاطئ، وليس للمرأة التي في السوق، بل هو للمرأة التي في الشاشة، بل هو للمرأة، وهي الأخطر. لأنك الآن لا تخاف من أحد، ولأنك الآن تعيد الصورة وتكبرها وتصغرها وتحفظها وتتعامل معها، عياذا بالله. آن لنا أن ندرك هذه المعاني العظيمة. إن ديننا وعقائدنا وثوابتنا وأمننا واقتصادنا وحياتنا نعزز بهذه التقنية التي هي أزمة، حتى نثبت بعودتنا للدين، حتى نثبت بمناعة الإيمان، حتى نثبت بحسن الاستخدام أنها فرصة ننتفع منها، ننقل من خلالها قيم هذا الدين العظيم الذي شرفنا الله تبارك وتعالى به. وهذا كلام ينبغي أن يتحمل مسؤوليته كل من ينتمي لهذا الدين، فإنك يا عبد الله وأنت يا أمة الله مسؤول عن الإسلام، عن نصره ونشره، عن حماية هذا الدين الذي تركه رسولنا أمانة في أعناقنا. هذا الدين الذي لا نجاة للبشرية إلا به هو الإسلام. ما للناس عنه إذا ابتغوا السلامة من غنائه، فإذا تولت شعوب الأرض عنه فبشر كل شعب بالشقاء. نسأل الله العظيم أن يبرم لأمة نبيه أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيها لمعصيته، ويؤمر فيه بأمره وينتهى فيه بنهيه. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونه. اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم من أراد أهلنا في كل مكان بالخير فاجر الخير على يديه، ومن أرادهم بغير ذلك فاجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون. اللهم اجمع كلمة المسلمين وألب بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وإخواننا بالخير فجر الخير على يديه. اللهم يا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب أهزم جند الباطل وانصرنا عليهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن آله وصحابته أجمعين. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على جزيل نعمائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى